في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا بقى ده صاحب مزاج، يحب القعدة الحلوة ولمة شلة الأنس، وأحلى وقت بيقضيه في حياته تفتكره فين؟ على القهوة طبعا. وفي أمتع ولا ألز من قعدة القهوة يا صاحبي؟ طب ده كل الحبايب بيتجمعوا ليلاتي، وهات يا هاري بقى وطاولة ومعلم. يا مورا ده مالكش بلندة ولا ايه؟ لا يا سيدي، معقولة يا بني آدم انت تضيع نص عمرك على القهوة؟ معقولة يا زيزو؟ ايه يا سلام، في ايه قعدة القهوة كمان؟ وحرام يعني الواحد يفك نفسه شوية يا زعم؟ لا مش حرام، مش حرام يا زيزو، بس كل حاجة بالمعقول. خير الأمور الوسط يا عبد عزيز، ومش كل يوم قهوة بالساعات لغاية نص الليل وتبقى سايب بيتك وعيالك يا راجل بذمتك. يا شيخ انت عارف ابنك النهاردة في المدرسة ده في سنة كام دلوقتي؟ أيوة عارف يا عم عمرو. ايه هتشككني في معلوماتي عن عيالي كمان؟ الواد عبراضي ابني رايح تالتة السنة الجاية، أمه بتذاكر له وبتحل معاه الواجب كل يوم. بسطت يا سيدي، سيبني بقى وهلعب عشرتين الطاولة على القهوة. بقولك يا عم ما تيجي معايا، والله هتبسط، ما تخافش والله ما حاول المدام. أنا مش خايف يا عبد عزيز، أنا خايف عليك أنت وعلى اللي أنت بتعمله في نفسك كل يوم. أنت عارف أنت ساحب سلفة قد إيه من الشركة لغاية دلوقتي عشان تصرفها على قعدتك مع شيلة الأنس؟ تحب أقولك كمان كل زمايلك في الشركة بيقولوا إيه من وراك؟ كلهم بيحكوا عن سهرتك السودة وصرمحتك على القهاوي. ويا عيني على مراتك الغلبانة اللي مستحملة عمايلك وصاينة بيتك وقاعدة تربي ابنك لوحدها وشايلة هم مدرسته ومصاريفه، وسيادتك دايلة تصرف كل مرتبك على القهوة. وما خاف يا أخويا كان أعظم يا سي عبد عزيز. أنا مش فاهم أنت قرش ملحيتي ليه يا عم، يعني جت على الساعتين اللي الواحد بيفك فيهم نفسه شوية يا ساتر. مش ساعتين يا ضلالي، ده انت كل يوم بتيجي الشغل متأخر وبتخصم من مرتبك عشان سهرتك الصباحي يا عم مزاجنجي. اعمل ايه بس يا عمورة، قعدة القهوة بقت عادة اخويا، ادمان مش عارف ابطله. والمشكلة بقى ان الواحد بيتحرج لما الشلة تتلم والقعدة تحلو ويسألوا على اخوك عبد عزيز. اقول لهم ايه؟ قاعد مع المدام في البيت يرضيك كده؟ ده حتى يبقى عيب والله. مش عيب ولا حاجة عبد عزيز، ده عين العقل يا صديقي. بيتك احق بيك، وفلوسك اللي يحتاجها بيتك تحرم على القهوة وشلة الأنس. وما تقوليش بقى ان قعدة القهوة ادمان، وانت اقوى من الادمان يا زيزو. على العموم انا احاول اسمع كلامك ومش هاسهر مع شلة الأنس غير مرتين بس في الاسبوع. مبسوط يا عم؟ بذمتكم ده تقولوله ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتولي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.